السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن مشكلة بتقابل معظم الناس كلها، وبتسحب الانترنت وهو مش واخد باله، وتلاقي جهاز تقيل جدا وفي مشاكل كتيرة قوي في الـ يعني بيحصل لاج كده في السيستم. لاج دي يعني بطء في السيستم وكده وفي الجهاز، وتلاقي جهاز تقيل، الانترنت تقيل، حتى الانترنت ليه شغال كويس بس تقيل، وتلاقي الكوتا كاملة بتاعت الانترنت، لكن هو تقيل والانترنت يعني تقيل مش بيحمل بسرعة كافية. يعني كل ده ليه؟ كل ده ان انت بتشغل اوتو ابديت او اوتوماتيك ابديت للجهاز. الاوتوماتيك ابديت كويس جدا يا جماعة وحلو، واللي هو بيفيد الجهاز بحاجات كتيرة، بس كتر الابديت بيتقل الجهاز، بيعمل مشاكل كتير. حتى كمان في الموبايل انا ساعات بعمل ابديت كتير لبرامج الابليكيشنز على الموبايل، تلاقي يعني خدت ستورج كتيره، خدت مساحه كبيره من ال خدت مساحه كبيره من الـ من الـ من السبيس عندي. زائد كمان ان يعني مش كل الابديت بيبقى كويس، تمام؟ والابديت ممكن ينزلوه يبقى غلط وبعد كده يعدلوه تاني، فتلاقي كل شويه بتنزل ابديت 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 ابديت، فكل ده بياخد من الانترنت وبياخد من الكوتا بتاعتك، زائد بيخلي الجهاز فيه لاج، بيخلي الجهاز تقيل. فايه اللي نعمله عشان نقفل الليلة دي كلها قفلة نهائية؟ هتروح حضرتك جاي هنا، تمام؟ هنروح جايين على زيس بي سي اللي هو الجهاز الماي كمبيوتر، وتيجي على مانج، جهاز مانج كده، سيرفيس سيرفيس اند ابلكيشنز، سيرفيس اند ابلكيشنز كده، سيرفيس بعد كده تعمل دي كده، تمام؟ دي كده تروح نازل تحت خالص، ويندوز ابديت، ويندوز ابديت حتى قدامها راننج اوتوماتيك اهي، نعمل كده، نيجي هنا ويندوز ابديت، نيجي هنا نعمل ستوب، تمام؟ نيجي هنا نعمل disabled، disabled this will stop automatic انت اوتوماتيك ابديت، will stop it، هيقفل الاوتوماتيك ابديت تماما، مفيش حاجه اسمها ابديت تاني، انت اللي تفتح الابديت، تعمل اوكي بس كده كده، تمام؟ كده انت قفلت الابديت بتاع الجهاز، مفيش حاجه اسمها ابديت تاني. مش هي الجهاز مش هيسحب منك انترنت، مش هيسحب منك، مش هياكل منك من المساحه بتاعتك. زائد كده كده احنا اغلبيه اجهزتنا كلها بتبقى بالنسخه الاصليه وخلاص كده، او النسخه المكركه اللي هي معمول لها كراك او مخدوز ومتاخد مثلا عليها فيك سيريال، مفيش مشكله. بس انت بتعملش ابديت علشان لو انت مثلا عامل الجهاز بتاعك بفيك سيريال او بكراك، هتلاقي كل شويه يقول لك اعمل اكتيفيت للويندوز، اكتيفيت للويندوز، اكتيفيت للويندوز، فهتخش في هاصل كبير قوي انت مالكش دعوه بيه. بس كده احنا قفلنا الابديت، الاوتوماتيك ابديت تماما تماما تماما. لاخر مره اقولها لك ايه، نيجي هنا نعمل مانج، كليك يمين نعمل مانج على دي، كان دي سيرفيس سيرفيس، نيجي هنا نعمل سكرول داون، نيجي هنا ويندوز ابديت، ستوب ديسابلد، اوكي تمام جدا. شكرا جدا ليكم، ما تنساش طبعا لو انت اول مره في الفيديو ده تعدي في الفيديو ده، اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. احنا ما بنتكلمش عن الـ عن الـ عن الابلكيشنز بس وعلى البروجرامز بس، بنتكلم عن التخسيس، عن الساعات، ساعات الايد، حتى الباك جراوند ساعات، يعني هتستفيد كتير. بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن بناء العضلات، هتستفيد كتير باذن الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.